وظلت محافظة ديالة تحت سيطرة العصابات الإجرامية طويلا، إلى أن جاء دور أهلها وعشائرها ليكون كبيرا في بسط الأمن على جميع المستويات. هذا ما قيل على لسان المسؤولين خلال مؤتمر عشائري أقيم في المحافظة. وأتذكر أول زيارة زرت هذه المحافظة الكريمة وكانت شبه تحت سيطرة الإرهاب إلا شارع واحد، ولكن بجهود أبناء المحافظة بقبائلها بعشائرها بأبنائها الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يطردوا هؤلاء الغرباء عن هذا البلد عن هذه المحافظة الكريمة، تمت عملية التوسع والسيطرة وطرد هؤلاء. يحاولون العودة أيها الإخوة الكرام، لا يكفي أنكم بدأتم في مجالس الإسناد والتصدي، لقد نجحتم، ولكن لا يزال أولئك القتلة والمجرمين يريدون أن يعودوا إلى دور القتل والإرهاب والاختطاف، وكما يحصل من إثارة فتنة بين أبناء العشائر المتآخية. شيوخ ووجهاء تحدثوا للتغيير بأن أهم ما يطمح له المؤتمرون هو مناقشة ملف النازحين وعودتهم، فيما اتفق الجميع على رفض الطائفية والعنصرية، مؤكدين بأن ديالى ستبقى موحدة رغم ما مرت به من ويلات. أكيد إحنا يهمنا اليوم يعمل استقرار في عموم ديالى، ما راح يعمل استقرار إذا ما يكون إنه إرجاع كل عوائل أماكنها السابقة وتي كلها آثارها. إن شاء الله إحنا نحاول جاهدين إحنا ويا القوات الأمنية ويا كل مكونات الشعب العراقي ويا الشيوخ جاهدين على هذا الموضوع إن شاء الله. هذا المؤتمر اولا هو مؤتمر يجمع الاحبه، يجمع الاخوان، يجمع شمل ديالى، وللامانه محافظه ديالى دائما سباقه هي محافظه ديالى الخير والمعطاء، ومن احنا اللي شئنا في هذه المحافظه المباركه ما عرفنا يوم شنو الفرقه بيناتنا، احنا متعايشين واحنا متكاتفين وايمن الله خلقنا، وخاصه محافظه ديالى محافظه المحبه، محافظه الوئام، محافظه السلام، هاي الناس هاي كلها تدعو إلى أنه كنا إحنا أخوة متحابين. نبذ الطائفية وعودة النازحين والوقوف بوجه دعاة التحرير وتأجيج الأوضاع في المناطق ذات الخليط المذهبي والقومي، وعدم السماح لمن يعتاشون على خطاب الكراهية، كانت أهم مقررات المؤتمر. من محافظة ديالى حسن الشمري، قناة التغيير.